محمود عبد العظيم ابن مدينة السلام. محمود برحب بيك. اهلا بيك يا كابتن شادي. بص بقى محمود، قبل ما ابتدي معاك هقول لك على حاجة. انا عارفك اساسا حبيبي يا كابتن، لان اول مرة كنت اشوفك كانت في مباراة الجيش. تمام يا كابتن. وشفتك ما بين الشوطين انت بهرت كل السادة المشاهدين. في لعيبة ما بتعرفش تعمل 50 60 على رجلها، بكلمك بصراحة. ربنا يخليك يا كابتن. واللي انت ابهرتنا بالشكل ده، واللي كمان الصحف العالمية تتكلم عنك من فرحتك، جريت انت وزمايلك اللي كانوا موجودين تحت كمان حاجة استاف ذوي مشرفة. الاحتياجات حاسب الخاصة. لك البداية، حابب تقول ايه؟ حبيبي يا كابتن، اولا انا بشكر حضرتك جدا وبشكر قناة الاهلي، وحابب اشكر الكيان الكبير اللي انا بتشرف ان انا بنتمي له، كيان المبادئ، كيان الحياة، كيان الاسلوب، كيان الاحترام. يعني ايه تبقى منتمي لكيان كبير زي النادي الاهلي؟ ده شرف كبير وشرف عظيم لاي حد يتمناه في حياته يعني. وبجد يعني مش قادر، مش لاقي كلام اعبر بيه عن فرحتي. بس حابب اوجه الشكر بجد لمجلس الاداره بقياده المهندس محمود طاهر. بجد يعني مش عارف اشكره ازاي. لا انا عايز اعرف منك ايه اللي حصل. يعني يعني دعوه توجهت للمهندس هاني ابو ريده، للجهاز الفني، للاعبين، هو تواصلوا معاك ازاي؟ كلموني وقالوا لي عايزينك معانا مين اللي كلمك؟ المجلس الاعلامي، وقالوا لي الباشمهندس محمود طاهر عايزك عشان هتتكرم في النادي يعني مع ولاد النادي اللي كانوا مشاركين في بطوله افريقيا يعني تصفيات، وكمان هيكرموا الجهاز الفني لمنتخب مصر. فطرت من الفرحه. كان عندي كذا يعني كان في قنوات كتير كلمتني، بس اكيد كنسلت كل ده عشان خاطر النادي بص الاهلي. انا عايز اقول لك على حاجه. دايما اي لعيب بيحقق بطوله بيجري على الانجاز او التكريم، عايز يتكرم، عايز يحس بمجهوده اللي تعب فيه او ده كلاعب. انت اكيد النهارده كانت فرحه، الصحف العالميه اتكلمت عنها، موقع الاتحاد الدولي اتكلم عن فرحتك وده حقها. خصوصا كانت بالنسبه لنا غير طبيعيه. انت شفت كمان الصوره منتشره قد ايه. وخلي بالك وجودك، طبعا انت كنت موجود مع منتخب مصر، بس وجودك اللي انت بتقول انا اهلاوي ولابس تيشيرت النادي الاهلي، التكريم بيبقى مختلف من جوه بيتك. اكيد طبعا التكريم بيبقى مختلف، لاني بتختلف الالوان، بس كلنا يعني بنتجمع تحت عالم واحد، عالم كبير اسمه منتخب مصر. لكن ان انت تنتمي لكيان كبير زي النادي الاهلي اكيد شرف لاي حد يا كابتن. وبجد كانت فرحه وغايبه عن مصر 28 سنه، والحمد لله ان هي رجعت لنا. واكيد واثق كل الثقه في الجهاز الفني المنتخب بقياده هيكتور كوبر واللعيبه، لان احنا عندنا حد عالمي اسمه المجتهد بزياده اللي اسمه محمد صلاح. يعني دي حقيقة. بجد يعني واثق فيهم ان هم باذن الله هنعدي الدور الاول من التصفيات يعني من كاس العالم يعني.